أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أوتشاكيف أو أوشاكوف أيا كان الاصطلاح، فالأول للأوكرانيين والثاني الغرب كله يعلمه ويتداوله. إنها قاعدة أوشاكوف، هذه القاعدة المعتبرة أنها من النيتو وأهم ما كان سيقلب مونترو ل 1936، هذه الاتفاقية. وأيضا هذه القاعدة كانت ستغير ملامح ما سمي بالجوار الإيجابي للبحر الأسود تجاه أوروبا، تجاه أيضا روسيا. كل هذا كان يدور حول أوشاكوف. هذه القاعدة بعد ساعتين من انطلاق العملية، كان مهما بالنسبة لروسيا أن يعلن شخصيا على قصفها بذخيرة استراتيجية. في الساعة السابعة كان هناك انفجاران في هذه القاعدة، كان يمكن أن يحافظ عليها لكنه رفض ذلك. كان يود أن يقصفها، فقصفها لأن قصفها يعني رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي وإلى خططه: إني أكسر خطة النيتو. عندما تمس هذه القاعدة، هذه القاعدة التي أدارت قبل سنوات أهم حرب استراتيجية كانت بين العثمانيين وأيضا روسيا، وهزمت روسيا. اليوم تنتصر روسيا على كل العالم. هذا الذي يريد أن يكرسه تماما بوتين، لأن الأتراك كانوا يسمون هذه القاعدة على وجه التحديد أوزي كوسات مازي، وهذا الاصطلاح، مجرد هذا الاصطلاح في حرب القرم وبعدها، كانت مؤثرة للغاية. وهذا الذي وضع الأمور كلها في البحر الأسود على أساس حسم استراتيجي دفع روسيا إلى الانكماش. ثم بعدها غير الشيوعيون بعد الثورة البولشفية الكثير من هذا التراث، والآن هناك لينين الذي يستدعي مرة أخرى قوميته من أجل حسم أوراق كثيرة، وهذه المرة بالنووي. على كل حال، فإن مسألة أوشاكوف سيكون لها ما بعدها، لأن مجرد قصفها حمل مباشرة قلم بوليتيكو إلى اعتبار مثل هذا الوضع صعبا جدا لأمريكا، وأن هذه القاعدة كانت مواجهة للنيتو، وكان النيتو سيكون له تواجد أكبر في البحر الأسود، لأن الأمريكيين كانوا لا يرغبون فقط في أن تبقى تركيا في البحر الأسود حاسمة، بل يريدون لأوكرانيا أن يكون لها دور وأن يكون الأمريكيون لهم دور انطلاقا من أوشاكوف. كل هذا تبعثر بشكل كامل، هذه الخطة المتكاملة التي خصص لها على الأقل الأمريكيون العنوان المركزي لتراجع أمريكا في البحر الأسود وفي شرق أوروبا دفعة واحدة. فهل هزمت أمريكا في البحر الأسود؟ هذا واضح. أيضا بالنسبة لي ما سمي بالحدود الشرقية للنيتو، فكان تقدم النيتو إلى هذه القاعدة يعتبر حسما استراتيجيا كاملا في مقابل روسيا. وبالنسبة لبوتين، فقد اختار أن تكون هذه الحرب حرب وجود في أوشاكوف، إما أن يكون الروس أو لا يكون أحد. هذا هو الوضع الطبيعي، لأن الضغط على أوكرانيا وعلى الأوكرانيين كان قويا جدا من كلا الطرفين. الروس الذين لديهم مطالب تعاكس الأمريكيين، والأمريكيون لديهم أجندة. وأيضا لا يستطيع الأوكرانيون لا أن يذهبوا أبعد مع الأمريكيين ولا أن يطيعوا بشكل أكبر مخططات بوتين. لذلك وقعت أوشاكوف في منطقة حرجة جدا حسمها بوتين. لو تدركون أي أهمية لهذه القاعدة لعرف الجميع أن بقصفها كان يقصف بوتين بايدن، وكان يقصف كل هيمنة أمريكا، خصوصا وأنه طردها من البحر الأسود وشاركها في البحر الأبيض انطلاقا من سوريا. الوضع على العموم
هو وضع استثنائي بجميع المقاييس. أولاً لأنه غير الخارطة وأبعد أوكرانيا من أزوف، أغلقها عن أزوف، إلا بعد أن تكون أوكرانيا قد استجابت لجميع المطالب الأمنية التي أراها بيسكوف بأنها أول شرط قبل أي تسوية مع زيلينسكي، القبول بكل ما يريده الروس، يعني الهزيمة مع قبول البقاء على زيلينسكي لكن بالتوقيع على كل الأوراق. الضمانات التي يريدها بوتين من الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعطيها الأمريكيون لبوتين يطلبها الآن من زيلينسكي، يطلبها استسلاما من زيلينسكي. هذا واقع الحال، فكم سيقاوم زيلينسكي؟ هذا لن يأخذ الكثير، لأن المواجهة مع قوة نووية وبتهديد نووي هذا يكفي. المسألة الأخرى والمهمة للغاية أن التهديد باستخدام مثل هذه القدرة الاستثنائية الما فوق تقليدية، هذا هو الذي طرح أكثر من سؤال. لماذا يريد الروس على وجه التحديد استخدام السلاح النووي لضمان أمنهم في البحر الأسود وابتلاع أزوف وإبعاد أوكرانيا والسماح بمنطقة أو ممر ترابي ينطلق من القرم وإلى منطقة أخرى معلنة من طرف واحد؟ إذن هو يريد صنع خارطة أخرى له، ولكن أوشاكوف ستبقى عقدة لكل أمريكا، وأمريكا هزمت في البحر الأسود لأنها لم تعتبره أنه مهما للغاية. أولا لأن كل استراتيجياتها لم تصل إلى هناك، لذلك فلا أهمية لمن لا تعرفه. التاريخ يعرف جيدا هذه القاعدة، ولكن الأمريكيين لم يجربوا أن يكونوا في هذه القاعدة. لكن الروس هزموا أكثر من مرة ورأوا أن هذا انتصار باهر لهم، فالكل يذكر 1853 الذي ذكر بها البريطاني وزير الخارجية، ذكر بها الروس. هذا يكشف إلى أي حد أوكرانيا مهمة والكرم أكثر أهمية، وأوشاكوف هذه هي جوهرة الصراع. إذا الصراع كله يدور حول هذه القاعدة، من امتلك مفتاح هذه القاعدة امتلك الإمبراطورية في هذه الرقعة الواسعة من العالم. لما تحديدا؟ للموقع الاستراتيجي، للتموقع والتموضع الجيد في البحر الأسود، وأيضا تأثير على كل المنطقة. كل المنطقة من اعتمد على هذه القاعدة في بناء استراتيجياته البحرية وأيضا الجيوسياسية على العموم، فإن هذه القاعدة حاسمة. والناتو لو ربح هذا لربح روسيا، وهذا واقع الحال. ليس ربح روسيا فقط بل أضعفها إلى أقصى حد. وعندما وصل الروس إلى هذه المنطقة فسيكون لديهم الدور الحاسم في صورة أوروبا القادمة. لن تكون أوروبا عادية. لا يصنع الآن بوتين فقط روسيا جديدة بجمهورية شرقية يسميها روسيا الجديدة الشرقية، هذا أقل ما يمكن اعتباره أساسيا. كان الأساسي الوصول إلى هذه القاعدة وحسم الوضع بها، لذلك دونباس لم يكن ليكفيه بل هذه القاعدة. وعندما قال على الأقل الرئيس الأمريكي بأنه لا يجد مانعا من دونباس، دونباس كانت عقوباتها خفيفة ومخففة ويمكن أن يتجاوزها بوتين بسلاسة، لكنه وجد شهيته تجاه حسم استراتيجي في أوشاكوف في هذه القاعدة. وعندما حسم هذه القاعدة فقد حسم الملف كله نهائيا،
أوكرانيا أهميتها في البحر الأسود الآن يغلق عليها البحر الأسود من الكرم، من أيضا من أوشاكوف، من كل المناطق. إذن لا وجود لهذا التأثير البحري لأوكرانيا في البحر الأسود، وهذا واقع الحال. وبالنسبة لأوشاكوف التي أبنها مقال بوليتيكو الأمريكي يكشف إلى أي حد أهمية هذه القاعدة التي لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية لا في دعمها ولا في التواجد فيها، لأنها كانت تعرف أن الروس لن يسمحوا بأي حال أن يكون الأمريكي هناك، ولذلك انسحب كي يبقى الوضع على ما هو عليه، أي أن يكون أو أن تكون هذه القاعدة محايدة. لكن الروس رفضوا هذا الحل الوسط ودخلوا مباشرة ليحسموا أمورا كثيرة كما قلنا في البحر الأسود، والآن أصبح الوضع شبه كامل. وأراد بوتين أن تكون اليوم حدوده على الناتو. فيما قبل كان يرى أن من الصعب جدا قبول حدود الناتو مع روسيا، اليوم يقبل بوتين أن تكون هناك حدود لبلاده على حدود أوكرانيا الغربية. إذن بالنسبة إليه لا مشكلة. وأهم من كل هذا، فهو إن أراد جيبا فقد تجاوزه، وإن أراد جيبا عازلا ما بين روسيا وما بين الناتو فقد تجاوزه، وهو لا يرغب في الاحتلال كما يقول، إنما يرغب في جمهورية لا تتجاوز تسليحها ما يريده. ببساطة شديدة، لا صواريخ لا طيران، هذا الذي قصفه في الضربة الأولى لا يريده مع الجمهورية الجديدة في أوكرانيا. والغرب لم يعطي شيئا لأوكرانيا، لم يستطع حمايتها، وبالتالي فإن الوضع بالنسبة لأوكرانيا إما أن ينتهي العالم بشكل كامل، ليس أوكرانيا فقط وإنما كل العالم، لأن بوتين يرى هذا بأنه حاسم استخدام ما لم يكن في التاريخ، يعني ما يتجاوز ناكازاكي، وهذا يعني ما يتجاوز التاريخ، ما عرفناه من التاريخ قد يعمل بوتين ما يتجاوزه، يعني ما يتجاوز الضربتين معا، لا ناكازاكي ولا غيرها. إذن الوضع أصبح شديد الأهمية، وبالنسبة إليه فهي حرب اضطرارية وحرب وجودية وغيرها. ولذلك فخسارة مثل هذا الوضع في البحر الأسود يجعل من مونترو شيء حاسم، وأيضا يؤكد أن بالنسبة للغرب لن يمر في هذه المنطقة إلا عبر تركيا، وهذا الذي يريده مرة أخرى التركي، لأنه فقط عبر تركيا يمكن الوصول إلى تفاهمات أو صدام أيا كان مع بوتين، لأنه يدرك بشكل كامل أن اللعبة أكثر تعقيدا مع الأتراك ومع غيرهم، وهذا الذي ليس مع الأوكرانيين، وهذا خلاف ما يجري. إذن تأبين أوشاكوف هذه القاعدة البحرية ذات الثقل العالي الاستراتيجي في البحر الأسود جعل من بوليتيكو تؤبن مثل هذا الوضع، الذي لا يمكن أن يفسر إلا أنه هزيمة جيوسياسية قبلها الأمريكي. كان يمكن أن يتواجد ويحمي الوضع بشكل نهائي، ومن الصعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية في ظرف استثنائي سوى أن تحمي، وعندما ستحمي ستدفع الآخر إلى نوع من التوازن، لكن أمريكا اختارت شيئا آخر هو الانسحاب كليا، وهذا الذي أعطى أوشاكوف إلى روسيا. وروسيا اليوم تربح أزوف، بحر أزوف والبحر الأسود، وتتمكن منه بشكل نهائي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.